الضمة والواو والألف والنون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا في الدرس الماضي عن باب الإعراب، وتحدثنا عن أقسامه، وذكرنا أنها كم قسما يا زكريا؟ وأنا أريد العصا الكبيرة. تفضل. أربعة أقسام، وما هي يا نور الدين؟ فللأسماء منها يا أشرف. النصب والفتح والخفض. نصب والفتح. النصب والخفض والرفع ولا جزم للأسماء. وللأفعال يا وليد. الرفع والنصب والجزم دون الخفض. دون الخفض. وللأحرف منها يا عبد الرزاق. أكيد. لا تعرف. بارك الله فيك. قال الماتن رحمه الله تعالى: باب معرفة علامات الإعراب للرفع أربع علامات. الرفع له أربع علامات في لغة العرب. كيف علمنا ذلك يا علي؟ كيف علم النحويون أن للرفع أربع علامات في لغة العرب؟ بالتتبع والاستقراء. أم أن امرؤ القيس قد نص على ذلك في إحدى معلقاته؟ أو طرف بن العبد قال إن للرفع كذا وكذا علامة؟ والاستقراء لم ينص عليها السابقون. الضمة والواو والألف والنون، هذه علامات الرفع. إلى كم قسم يا عاصم تنقسم العلامات بصفة عامة؟ فأي هذه الأربعة أصلي وأيها فرعي؟ الضمة علامة أصلية، والباقي والواو والألف والنون علامات فرعية. هناك علامات أصلية، فما هي العلامات الأصلية يا عبد الحق؟ لا عبد الحق مش موجود اليوم. يا طاهر قول، ما هي العلامات الأصلية الأربعة؟ والسكون. جميل. طيب، لا أسألكم عن العلامات الفرعية لأنها قد يكون فيها ما لم يمر على بعضكم. فأما نعم تفضل أكمل. بسم الله. إذن الضمة والواو والألف والنون، الضمة والواو والألف والنون حالة الرفع. حالة الرفع، حالة الرفع عندما نقول أن الفاعل مرفوع، أو أن الفعل المضارع مرفوع، أو أن نائب الفاعل مرفوع، أو أن المبتدأ أو الخبر مرفوع، فهذا الرفع حتى نستدل عليه نحتاج إلى علامة تخبرنا أنه كذلك. فهذه العلامات دخولها على الأسماء حسب طبيعة كل اسم من الأسماء أو فعل من الأفعال. فتكون الضمة تارة علامة، فإذا وجدناها هكذا وهي الواو الصغيرة التي فوق الحروف
علمنا أن هذا الاسم أو هذا الفعل مرفوع، وإذا وجدنا في بعض الأسماء الواو علمنا أنها مرفوعة، وإذا وجدنا في بعضها الألف علمنا أنها مرفوعة، وإذا وجدنا في بعضها النون علمنا أنها مرفوعة. نستدل من هذه العلامات على رفعها أحيانا، وأحيانا لا يمكن أن نستدل على رفعها من هذه العلامات، لكنها العلامات التي تدل على ذلك، وهي في حد ذاتها لا ترفع. هذه العلامات في حد ذاتها لا ترفع. الضمة ليست سبباً في رفع الفعل المضارع، والألف ليست سبباً في رفع الأسماء الستة، والواو ليست ها؟ الواو؟ طيب، بارك الله فيك. ليست الألف؟ جزاك الله خير، طالب النجيب. إذن الواو ليست علامة على رفع الأسماء الستة، سامحوني، ليست سبباً في رفع الأسماء الستة، ولكنها علامة على رفعها. وكذلك الواو ليست سبباً لرفع الجمع المذكر السالم، ولكنها علامة على رفعه. والنون ليست سبباً في رفع الفعل المضارع من الأفعال الخمسة، ولكنه علامة على رفعه. هذه واضحة، وعليه يتبين لنا خطأ من يقول أن الفاعل مرفوع بالضمة، هذا خطأ. أو الأسماء الخمسة مرفوعة بالواو، بل هي مرفوعة بشيء آخر، وإنما الواو علامة على رفعها. تفضل. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد الذي عنده ورقة يعطي لأحمد، عنده ورقة زائدة عنه، هنا ورقة. نعم، للأسف اكتبي خلف الأخ المملي القارئ الذي يقرأ، ليس عندنا. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. إذن الضمة علامة للرفع في أربعة مواضع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل آخره بشيء. الاسم المفرد إذا رفع، إذا دخل في باب المرفوعات من الأسماء، كأن يكون مبتدأً أو خبراً أو نائب فاعل أو تابعاً لمتبوع مرفوع، أو ماذا؟ أو اسماً لكان، أو خبراً لإن، فإنه إذا كان مفرداً تكون علامة رفعه الضمة، تكون الضمة علامة على رفعه، فتقول: القرآن كريم أو حكيم، فقد رفعت المبتدأ وجعلت الضمة علامة على رفعه القرآن.
حكيم رفعت الخبر بالمبتدأ وجعلت الضمة أو التنوين بالضم علامة على رفعه، فلماذا إذن يا وليد رفع المبتدأ؟ هناك أسماء مفردة كثيرة ولكنها منصوبة، ضربت وليدا، فوليد اسم مفرد ومنصوب، وأكل ضربا حتى شبع ونصب حتى تعب من النصب. تفضل يا طاهر. إنك غول فعلا، غول في النحو، جيد ما شاء الله. أيوه هكذا، لابد أن تشفط العلم شفطا. إذا سبب رفعه الابتداء، وهل الابتداء عامل لفظي أم عامل معنوي؟ عامل معنوي. إذا هذا مثال على الاسم المفرد المرفوع مبتدأ وخبر. وأما فاعلا فنقول أحيا القرآن القلوب، أحيا القرآن القلوب، فالقرآن فاعل مرفوع بالضمة، أليس كذلك يا زكريا؟ لا بل أجاب إجابة صحيحة، أصلحكم الله، قال نعم صحصحوا، قلت له أليس كذلك يا زكريا؟ بارك الله فيك وأعطاك حكمة زكريا. قال نعم، ونفي النفي إثبات. نفيه ولا إثبات النفي نفي هنا؟ أليس كذلك إثبات النفي نفي، ونفي ها نفي النفي إثبات. جزاك الله خيرا. لخر لا 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 لخر السقف علينا من فوق. ونقول أخذ الرجل بذنبه وطلقت المرأة بسوء خلقها، فالرجل والمرأة كلاهما نائب فاعل أو مفعول لم يسمى فاعله، أو لا شيء، إما نائب فاعل وإما فاعل لم يسمى فاعل، فهمتم؟ فهي مرفوعة، اسم مفرد مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وكذلك اسم كان، كانت نهى ذكية، فنهى هنا إعرابها ماذا؟ مرفوعة يا أحمد، وعلامة رفعها الألف لأنها من الأسماء الستة، ها؟ منقوصة، صحيح الكلام. كانت نهى ذكية، أو كانت نهى عزباء قبل أن أتزوجها، كيف؟ اسم كان، اسم كان مرفوع، علامة رفعه ضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، لا تعذر خلاص، تعذر وتريح رأسك.
إن الفاعل ضحى، إن الفاعل ضحى أم ضحى؟ والفرق بينهما لو علمتم الفرق. إن الفاعل ضحى ولا إن الفاعل ضحى؟ هل الجملة الأولى جملة كلام؟ لماذا؟ لأنه غير مفيد. انظر إلى هذه الدقة، هذا التنوين في ضحى، إن الفاعل ضحى، هذا الذي فعل هذا الأمر في الضحى ما له؟ فالكلام غير مفيد. لكن إن الفاعل ضحى، فضحى ماذا يا عاصم؟ ماذا نعربها يا عاصم؟ خبر إن مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. لماذا؟ لأنه اسم مقصور. أحسنت. إذن فالضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الاسم المفرد، الاسم المفرد وجمع التكسير. طبعا الاسم المفرد ما ليس مثنى ولا جمع، تفهمون هذا؟ الاسم المفرد الذي ليس مثنى ولا جمع، محمد محمدان محمدون، فمحمد مفرد ومحمدان مثنى ومحمدون جمع. وجمع التكسير، جمع التكسير هو كل جمع من يكمل، اجتمع الناس حوله كأننا والناس من حولنا، كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. هو ما دل على ثلاثة فأكثر ولم يسلم بناء مفرد، هو ما دل على أكثر من اثنين، وعند بعض العرب على اثنين فصاعدا، لكن الذي يعني نراه صحيحا إن شاء الله، يعني هذه مسألة خلافية، لكن نقول حتى لا أقول الصحيح والضعيف الآن، وإنما أقول ما نحن عليه ابتداء كمبتدئين، أن جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين ولم يسلم مفرده من التكسير، صح؟ ولم يسلم مفرده من ماذا ولا جمعه؟ الله يصلحكم. بل مفرده، لكن أين مفرده؟ عندما كان مفردا أم عندما دخل في الجمع؟ لم يسلم مفرده من التكسير بمعنى التغيير، هذا صحيح. فهمتم القصة؟ لأننا نحكم عليه بعد أن تحول من مفرد إلى جمع. أقول ديكن، الدال مكسورة والياء ياء مدية ساكنة والكاف مرفوعة، فإن جمعتها على ديك تكسر مفرده، لم يبقى كما هو مستقيما سليما، وإنما أصابته كسور في أوزانه وفي بنيانه. وإن بقيت الدال على ما هي عليه من الكسر، فإن الياء الساكنة الميتة تحركت وأصبحت مفتوحة دي-يا، بدلا من أن كانت دي أصبحت ديا. وكن أصبحت كان كا،
فهمتم الآن؟ وأقول فارس، فارس هذا المفرد، فإذا جمعناه نقول فرسان، فالفاء المفتوحة أصبحت مضمومة والألف حذفت اختفت، والراء المكسورة أصبحت ساكنة انتقلت. ماشي، لك أن تقول هذا الآن في النحو، أما في الصرف فلا، لأن الأمر يختلف، لأنه ليس فيها لا إعلال ولا إبدال. فهمتم القضية يا إخوان؟ لذلك نقول جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين ولم يسلم مفرده من التكسير، لذلك سمي جمع تكسير بسبب تكسير مفرده، لم يعد كما كان. يا أحمد، يا من قد انشغلت بقلمك عن الدرس، ولا شك أن القلم جزء من الدرس، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، لكن لا يشغلنك القلم عن درسك. خذ هذا قلم آخر، تفضل اكتب. فجمع التكسير كما أن مفرده يرفع وعلامة رفعه الضمة، فجمعه كمفرده في علامة الرفع، فتقول جاء الفارس وجاء الفرسان. فهمتم؟ نعم، لكن علامة هذا رفع هذا الضمة وعلامة رفع ذلك وعلامة رفع ذلك كذلك الضمة. وصاح ديك وصعقت العطاريس، تعرفون هذه؟ ها، قال له أصعقت العطاريس؟ قال زق فيلم. قال وما زق فيلم؟ قال وما صعقت العطاريس؟ قال قلت لك أصاحت الديكة؟ قال وأنا قلت لك نعم. صعقت العطاريس أو العتاريس، أمس العتروس عندكم التيس، هذا حجم ثاني. قال إنما هذه القلوب، إنما هذه القلوب حديد ولذيذ الألفاظ مغناطيس. يا سلام على ابن حمديس، عجيب ابن حمديس هذا. إنما هذه القلوب حديد ولذيذ الألفاظ مغناطيس. العطاريس والعضاريس، أنا ما أعرف من العضاريس ومن العطاريس. كلاهما صحيح. الولد جمع، الولد جمع، والولد والولد والولدان والأولاد كلها صحيحة. ولد، نعم، لا شك أن فرقا واضحا هناك يعتمد على الجملة. فمثلا ولد تستخدم للمفرد، والجمع المخصص للأولاد بعينه، جمع الأعيان من الأولاد، وتستخدم للنسل وليس المقصود منها أعيان الأولاد، النسل أو الذرية، وتستخدم للأفخاذ والعشائر وبطونها، كان يقال ولد إسماعيل، لا يقصد به ولد واحد وإنما ذريته، وهكذا. الله أعلم. نعم، لا شك، لا شك، لا شك، صحيح.
أولاد وبنو بنون وأعقاب. أما ولد فهي لغة من لغات العرب، ولد. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده، يعني أولاده أو نسله، إلا خسارة. نعم، أين وصلنا؟ جمع التكسير فهمنا. لا تدخل الشامي في المغربي. نحن في درس نحو ولسنا في درس فقه. لم ينساق. لا، بل انساق، بل انساق، وما كان لنبي ألا ينساق، فإن لم ينسق النبي فمن سينساق؟ وإنما فهم فهما خاطئا، لأن الله عز وجل وعده أن ينجيه وأهله، فقال قال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، ها، وأنت أرحم الراحمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، الآن صحح له المفهوم، أنا وعدتك أن أنقذك وأهلك، لكن ولدك هذا ليس من أهلك، العلة إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. فهمت القضية أين؟ فانساق. يا ويلي على أداء أحمد، انتهى انتهى، ولا نص سؤال، تفضل، أين ولا نصف سؤال. وعودوا أنفسكم فقط إذا تحدثنا في الدرس، إذا وقع في كلامنا، وإلا لا تسألوني أسئلة فقهية في الدرس. هذا درس نحو وصرف، كيف نتحدث فيه عن الفقه؟ أصلحكم الله وفقهكم في دينه، وقوم اعوجاج ألسنتكم التي تحتاج إلى قص سابع وجاجها تعديل، بس كذا شوي. أي ما هو القص يعدل أحيانا، الإنسان يكون عنده مثلا خشبة معوجة كذا فيأتي بالمنشار ويعدلها، فلا حرج بالمقراض. نعم، جمع التكسير واضح بالنسبة للإخوان؟ من منكم لم يفهم جمع التكسير؟ معنى جمع التكسير ولماذا سمي جمع تكسير؟ الكل فهم؟ ما شاء الله عليكم. أحفاد أبو الأسود الدؤل يا جماعة، إيش هذا؟ ولا أحفاد أبي الأبيض الدؤلي. وجمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم يرفع كذلك بالضمة، أليس كذلك يا زكريا؟ جزاه الله خير. أي كن لبيبا، هكذا كن لبيبا. فما هو جمع المؤنث السالم يا رفيق؟ وقالوا اختر الرفيق قبل الطريق، اختر. يعني ولد، إذن على اثنتين، ولا اثنين، دل على اثنين واثنتين أم على اثنتين؟ من اثنتين، لا من اثنتين. احنا قلنا جمع مؤنث، قلنا جمع مؤنث، وما دل على أكثر من اثنتين
مع زيادة ألف وتاء في آخره، ها، وسلامة مفرده من التكسير أو من التغيير، يصح هذا التعبير؟ وهل هذه الألف والتاء، هل هذان الحرفان أصليان أم ليس أصليين في الكلمة؟ يعني هل لهما أصل في المفرد؟ ائتوني بمفرد، ائتوني بجمع إناث وأعيدوه إلى أصله. أصلها مسلمة، كاتبات كاتبة، بنت وبنات، هذه مشكلة كبيرة. يعني فيه تاء أصلية، التاء لابد أن تكون أصلية. أما هنا الأصل مؤنث، أتحدث عن جمع الإناث، فمفرد جمع الإناث غالبا إلا ما شذ يكون أصله تاء، إلا أن كان مثل زينب، فتقول زيانب ولا زينبات؟ طيب، إذن جمع المؤنث السالم يرفع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، كما أن أصله المفرد، كما أن أصله المفرد يرفع وعلامة رفعه الضمة، فتقول هؤلاء المسلمات، هؤلاء المسلمات، لماذا نقص؟ هؤلاء المسلمات، فهمت؟ ماذا ناقص؟ هؤلاء المسلمات، لا أنتم مخطئون. لا، إذا لم تعرف يعني هؤلاء المسلمات، يعني لابد أن نظهر الضمير، نقول لهؤلاء هن المسلمات، لا، هؤلاء المسلمون. لا شك، لا شك، قد عرفت عنهم بالألف واللام وما نقص شيء، هؤلاء المسلمون، صحيح. أي يمر إنسان في الجملة، لا شك. ها؟ لا شك. لا شك، لا شك. إذن ونقول جاءت الهندات وزارتني مسلمات من الهند، ولا زارني، أكلوني البراغيث، وزارتني الهندات، زارني أو زارتني، صحيح، ها؟ فأما الهندات فجمع مؤنث سالم، وأما الهنود فجمع هندي مكسور، أليس كذلك؟ لا، إذن جمع تكسير، الهنود جمع تكسير، فهمتم؟ ولا أقول عن نساء اسمهن هند هنود، وإنما أقول هندات، هندات. والفعل، أما الهنديات فنعم، ترى طيبات الهنديات،
الله يرزقكم كل واحد واحدة من هذول البنجابيات اللي ما شاء الله عليهم. إذا وقفت الواحدة جنب القمر غطت عليه لا شك. والله نظرت ما. كيف؟ لا لا ما يعني رأيناهن موجودات بل وتزوجنا منهن. آمين. طيب، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، والفعل المضارع تكسير كذلك جمع تكسير رجال جمع تكسير، وبعضهم ألحقها بجمع نعم. يلحقونها وفيها كلام يلحقونها، أقول ضربت رجالات واشتريت من رجالات وجاء رجالات فيلحقونها يلحقونها، لكن هي سماعية أكثر. أولاد خؤولتي، ولك أن تقول الحقيقة ليس في الخؤولة والعمومة والأخوال والأعمام مشكلة إذا جمعت الجزء الأول منها، فقلت هؤلاء أولاد عمي وأولاد خالي. نعم أجدادي، هؤلاء أبناء أجدادي، وهؤلاء أبناء أعمامي وأبناء أخوالي، إن قصدت بهم أعمامك وأخوالك القريبين العضد، فإما إن قصدت من اشتركوا معك في أصل عائلة لم تقل أبناء لم تقل عنهم أبناء أعمامي ولا أبناء أخوالي، وإنما قلت أبناء خؤولتي وأبناء عمومتي، ولا تعني بهذا العم القريب ولكنه العم البعيد والخال البعيد. فهمتم هذه النقطة؟ هذه مهمة. لا لا، عمومة وخؤولة ليس لها علاقة، هذا اسم جمع وليس جمعا، عمومة وخؤولة. أين وصلنا؟ وأما الفعل المضارع الذي لم يتصل آخره بشيء أو بآخره شيء فإنه يكون مرفوعا، يكون مرفوعا لماذا هو مرفوع؟ العامل في في المضارع ماذا في رفعه؟ خلوه من الناصب والجازم، هذه العلامة علامة عدمية ولا علامة وجودية؟ وهل هي لفظية ولا معنوية؟ عدمية معنوية، عدمية يعني لم يوجد شيء، ومعنوية لم يدخل عليها لفظ، ليس هناك لفظ بل هي سلوبية، علامات السلوب لا شك لأنها ليست موجودة. المضارع إذا لم يسبق بناصب أو جازم ولم يتصل بآخره شيء فإن علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره أحياناً، وأحياناً المقدرة إذا انتهى بواو أو ياء أو ألف. فهمتم القضية هذه؟
الفعل المضارع إذا لم يسبق بناصب ولا بجازم. لو قلت لم يبقى، لا خلي هذا صعب شوي إن فيه حذف، ولكن أقول لم يأكل خالد الدجاجة، لن يأكل الهادي التفاحة، فلم ولن عندما دخلت على يأكل تارة نصبتها لن وتارة جزمتها لم، فلا يكون الفعل المضارع هنا مرفوعا. لا أقول لم يأكل ولن يأكل، خطأ، لم يأكل ولن يأكلا، فهذا اتصل أو سبقه حرف جزم أو حرف نصب. أما إذا لم يسبقه حرف نصب أو حرف جزم وخلا آخره من اتصال بماذا، وها هنا مربط الفرس، وهذا يحتاج إلى حفظ. أول شيء لا بد من خلو الفعل المضارع منه علامات الأفعال الخمسة، وهو اتصاله، وهو كل فعل مضارع، الأفعال الخمسة كل فعل مضارع، ولكل فعل مضارع ليست مضارع، كل فعل مضارع لأنها صفة للفعل، كل فعل مضارع اتصل، وكلمة اتصل يعني التصق آخره بماذا يا أحمد؟ الأفعال الخمسة يا أحمد، ما هي الأفعال الخمسة يا أحمد؟ كل فعل مضارع اتصل آخره بماذا؟ بألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة. الأفعال الخمسة هو كل فعل مضارع اتصل آخره بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، كل فعل مضارع، يأكل، يشرب، تأكل، تشرب، ينام، تنام، كل فعل مضارع على وجه الأرض إذا اتصل بألف الاثنين يعني نسبناه إلى شخصين، فأقول وليد ينام 48 ساعة في 24 ساعة، ووليد وأشرف ينامان 6 أشهر تسمى بالسبات الشتوي إلا اليوم، الحمد لله بارك الله فيه قد قام بمجهود عظيم، فينام وليد، فلما اشترك معه أشرف أصبحت مصيبة في النوم، فأصبح ينامان، ها بدلا من أن نضيع 24 ساعة ضيعنا 48 ساعة، ساعة نومه إلى ساعة نومه، فهمتم؟ فآن هذه من ينام، ينام فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه ها ينام فعل مضارع منصوب، ليس كذلك يا علي؟ أليس كذلك يا أحمد؟ يعني ليس كذلك؟ أليس كذلك يا أحمد؟ ينام فعل مضارع، عمل هذه مرفوع، ما هو المرفوع فيه؟ أين علامة الرفع؟ ما هو آخره؟ لا ينام الميم عليها ضمة مرفوعة، انتبهوا معي، ينام وليد ينام
وليد وأشرف ينا مش مواني ولا ماني كما قالوا لا كاني ولا ماني ولا دكان عند الزلباني. تعرفون هذه هذه قصة عجيبة تحتاج إلى وقت، اسألوا أهل مصر أهل مصر عنها. إذن ينا مو أصبحت ما، ما الذي جعل الموما؟ ها افهم وعو، ما الذي جعل المو في ينا مو جعلها ما؟ يعني من البقرة أصبحت خروفا، كانت تقول مو أصبحت تقول ما، ها اختلاف من البقرة إلى الخروف. ما الذي غير هذا؟ دخول ألف الاثنين عليها، أنه لا شك أنها كانت بقرة فلما دخل أكلاها فأصبحت خروفا صغيرا. فهمتم؟ استوعبوا هذا الكلام، الله يبارك فيكم. ينامان، فعندما نقول ينامان أصبح الفعل المضارع هنا مرفوعا دخل. عجيب، دقيقة، أصبح الفعل المضارع مرفوعا معربا أم مبنيا؟ معرب أكيد، مع أنه تغير. لأنه هكذا فهو معرب، متأكدون أنتم من هذا؟ إذن ماذا نقولها هنا؟ يلا، من يعرب لي ناماني؟ من يعرب لي ناماني؟ تفضلوا. تفضل. في محل رفع فاعل، هو كذلك يضربان ولا يأكل، ماذا قلنا نحن؟ يأكل، ينامان، ينام فعل مضارع، ما له؟ مرفوع بماذا؟ تعبت والله، تعبت. أنا أقول لكم ليس هناك رفع لا بضمة ولا بفتحة ولا بألف، احفظوا هذا عني، مرفوع وعلامة رفعه، وعلامة رفعه. كتبتم؟ لا إله إلا الله. هنا نحن، وأما نعم، علامة رفعه ثبوت النون، لأن الأفعال الخمسة، وأنا سأقول سأسردها بسرعة لأنها ستأتينا في درس منفصل، هي كل فعل مضارع يتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، نقول ألف الاثنين يناماني وتنامان، هاتان صيغتان، وينامون وتنامون هاتان صيغتان، وتنامين هذه صيغة، كم صيغة الآن؟ خمسة، لذلك سميت بالأفعال الخمسة. فكل فعل مضارع لا يمكن إذا اتصل بألف الاثنين وهو الجماعة وياء المخاطبة أن يخرج عن هذه الخمس،
فألف الاثنين مذكر ومثنى، وواو الجماعة مذكر ومثنى ومؤنث. سمعوني، ألف الاثنين مذكر ومؤنث، وحضر غائب، ينامان رجلان، تأكلون ويأكلون، حاضر وغائب. وأما ياء المخاطبة فواحدة، حاضرة أم غائبة؟ تأكلين تشربين. واضح القضية الآن؟ عندنا خمس صيغ. إذن مضارع اتصل به ألف الاثنين فمذكر ومؤنث، تأكلان ويأكلان، يأكلان وتأكلان. وأما يتصل المضارع بواو الجماعة للمذكر الحاضر والغائب، تأكلون أنتم ويأكلونهم. وإما أن تتصل بياء المخاطبة تتكلم مع امرأة، تأكلين تشربين تعصين زوجك، ها تعصين زوجك، تطيعين بعلك. فهمتم؟ ياء المخاطبة تحدث مع امرأة، أنت تأكلين وتشربين وتنامين وتلعبين وتقرأين وتصلين. فهذه خمس صيغ لا يخرج عنها شيء، هذه أكثر من هذه الصيغ الخمس لا يوجد. فهذه الصيغ الخمس إذا كان الفعل في حالة الرفع، وعندما نقول في حالة الرفع يعني لم يسبق لا بجازم ولا بناصب، فإن علامة رفعه ثبوت النون، النون تبقى ثابتة. تقول أنتم تأكلون وهم يشربون، نا نا، هذه النون تبقى علامة على أن هذا الفعل مرفوع. بماذا رفع؟ رفع بماذا؟ ها؟ بخلوه من الناصب والجازم. وإنما علامة رفعه ثبوت النون في آخره. فإذا أدخلنا يا عم الهادي لم تأكلوا وأنتم لم وهم لم يشربوا، فلا أستطيع أن أقول لم يأكلون ولم يشربون، فإنني أحذف النون وأقول لم تأكلوا، تأكل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، لأنه من الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة. ولن تشربوا فعل مضارع منصوب وعلامة منصوب بلن، لن لن قلت لن، لن تشربوا منصوب بلن الناصبة، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمس. وأقول أنتما تقرآن وهما يقرآن، أنتما تقرآن وأقول لم تقرأ، وهما يقرآن لن يقرأ، فعلامة الجزم هنا وعلامة الجزم هنا حذف النون، وهما يقرآن وأنتما تقرآن الرفع ثبوت النون، وأنت تطيعين زوجك، تطيعين فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة، وأنت لم تطيعي زوجك، وأنت لن تطيعي زوجك مجزوم منصوب وعلامة جزمه ونصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وكررت حتى تعبت من التكرار لكي تحفظ ذلك. انتهينا من هذا؟ أصبح واضحا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.